السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. في عندنا اليوم إفطار لغير المسلمين، برنامج دعوي يتم في الرشيد في العشر الأواخر في رمضان اسمه لتيست أوف رمضان. فقبل المغرب أعطتهم محاضرة عن الإسلام والمسلمين وكذا. فبعد المحاضرة سألتني إحدى الضيوف: هل عندكم موسيقى في المسجد؟ يعني زي ما عندهم مثلا في الكنائس الخوري أو القسيس يخطب شوية وبعدين يقوم يرقصوا والموسيقى وكذا، هل عندكم الكلام ده؟ يعني الشيخ بيصلي ركعتين مثلا في التراويح وفي النص طبلوا وتزمروا في النص شوية كده. فقلت لها لا، قالت لي لا. قلت لهم لانه في شرطين لقبول العباده في الاسلام حتى تاخذ الثواب كامل في الاسلام. الفقهاء اجمعوا ان هناك لابد من تحقيق شرطين. الشرط الاول ان يكون العمل خالصا لوجه الله، ليس لاحد فيه شيء. الامر الثاني ان يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو ابتدعت شيئا جبت شيء من الدماغ خلاص لا تاخذ الثواب. وعلى هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونصوم كذا، فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في الدين. So today before Maghrib we had this program, the Taste of Ramadan for non-Muslims. We invited them for a tour in the masjid, a lecture, and they have iftar with us. So I gave a talk about Islam, and after the talk, this non-Muslim lady, mostly I would say Christian, she said, "Do you have music as part of your service? Say, for example, you pray, and after the prayer, you sing and dance and that stuff. Maybe this is her first time in the masjid." So I said, "No." So she said, "Why?" And I said, "Because in Islam, for your actions to be accepted and to get close to Allah subhanahu wa ta'ala, two conditions should be met. Number one, you have to do things sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If you show off, no reward. And number two, you have to follow precisely the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us to pray in a certain way, so this is what we do. So this is the reason we don't have music or dancing in the masjid, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us to pray and fast in a certain way, and this is what we do." فاليوم إن شاء الله الوسيلة المعينة على القرب من الله سبحانه وتعالى هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر." For you to get close to Allah subhanahu wa ta'ala, you have to follow the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you pray Maghrib 5 rak'ahs, zero reward. If you circle the Kaaba 15 times, zero reward. Because you have to do exactly the same thing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. If you do more or less, especially when it comes to obligatory acts of worship, there is no reward. يعني من زاد في الصلاة، يعني صلى المغرب 5 ركعات أو طاف حول الكعبة 17 مرة، ما في ثواب لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أنك صليت أكثر أو طفت أكثر، ولكن هذا ليس مطلوب في الشرع. المطلوب هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على أنه في نوعين من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: في سنن العادات وسنن العبادات. فسنن العادات تنقسم إلى قسمين: الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل الناس في عصره كانوا يفعلونها، كلبس الجلابية مثلا. لو شفت فيلم الرسالة بتاع أنتوني كوين، الصحابة والكفار كانوا بيلبسوا نفس الجلابية ونفس العمامة وكذا، تمام؟ أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيئا أو كره شيئا بصورة شخصية فليس عليك اتباع ذلك. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنف أكل لحم الضب محبوش، فانت حر تاكله او ما تاكلوش، ده حاجه ترجع لك. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احب البطيخ او الدلاع او الووتر ميلون وكذلك الكوسه وكذا، احب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء، فهذا يرجع اليك ان اكلتها او لم تاكلها. فهذا هو النوع الاول. So the scholars classify the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم into two groups: the sunnah of 'ada or sunnah of tradition
Things that the Prophet صلى الله عليه وسلم did because everyone around him was doing, like the way they dressed, the style, the fashion at that time, the jalabiya. This is how everyone dressed. If you have seen the Message movie, the Sahaba and the Kuffar, they dressed the same way. The same jalabiya, same turban. And also, there are some certain things that the Prophet صلى الله عليه وسلم liked or didn't like when it comes to food, for example. He liked, and it is true, that the Prophet صلى الله عليه وسلم liked watermelon, zucchini, and squash. If you like this food, it's up to you. If you don't like it, it's up to you. He didn't like the meat of al-dab, which is a lizard-like reptile. So some of the Sahaba ate it, and the Prophet صلى الله عليه وسلم didn't eat it. So if you follow in this area or don't follow, there is no sin on you. ولكن المأمورين باتباع هو سنن العبادة. وتعرفها ازاي تفرق الاثنين بالزاي؟ إن سنة العبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا تفعل. خلاص صارت سنة عبادة. أما الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من سنن العادة. So the Prophet صلى الله عليه وسلم says, pray as you have seen me pray. صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا من سنة العبادة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب حرام على ذكور أمتي. هذا من العبادة. افعل ولا تفعل. So the Prophet صلى الله عليه وسلم says, pray as you have seen me pray. This is an act of worship. This is عبادة. If the Prophet صلى الله عليه وسلم says, don't wear gold for men. So this is ibadah, because he says do or don't do, then it becomes ibadah. الإنسان إذا لم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للمشاكل والمصاعب. إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد السهولة والتيسير. نختم بأمر بسيط. في أحد الإخوة كلمني في مرة وقال إنه لسنوات عديدة كان إذا أخطأ في الصلاة، يعني لم يقرأ التشهد في الركعة الثانية أو في الركعة الأخيرة، إذا أخطأ أي خطأ في الصلاة كان يسلم ويرجع يجيب من الأول تاني، لأنه ما يعرفش هذه النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. So one of the brothers, he told me for years if he made a mistake in the salah, like he didn't recite سجود التشهد in the second ركعة, he would make salam and start all over again. He didn't know about سجود السهو at the end. So knowing the sunnah will make your life easy. And I conclude with this funny story from one of the brothers. يعني كان أحد الأخوة من إحدى الدول في جنوب شرق آسيا بدون ذكر اسم الدولة. أقسم لي لا يستثني إنه كان عندهم شيخ في القرية. الشيخ من الناس اللي تعلموا في البيت أو كذا، لم يكن على علم يعني. كان يأمرهم في عيد الأضحى إن هم يوضعوا الخروف أو المعزة قبل الذبح. والله الولد الاخ حلف لي والله اقسم انه الشيخ كان يامرهم، ما فيش علم، انه يغسل رجليه للخروف ويتمه وينيفه ورجليه وضوء كامل. فساله احد الناس يوم العيد، قال له طب ربنا يسامحني، انا السنين اللي فاتت انا ما وضعتش الحيوان. فقال عليك الاعاده، لانه الاضحيه لا تقبل بغير وضوء. والله الأخ يقسم لي هي من الطرائف ولكن هي صحيحة. I conclude with this story from one of the brothers from a country in Southeast Asia. He swore to me that in his small village, the guy who is leading the congregation is not a scholar, but he read a couple of pages here and there. He told them that they have to make wudu for the animal before they slaughter it for udhiyya in the Eid al-Adha. So someone came to him and he was making a lot of istighfar. Oh Allah, forgive me, I didn't know this ruling. What about the animals I slaughtered in the past years and I didn't know this ruling because I'm ignorant? So he said, you have to make them up again because the one any udhiyya without wudu does not count. So wallahi, this is, it's a true story. The brother swore to me. So you don't have to make wudu for your animal if you, yeah. السؤال من أمس إنه في مسجد واحد أحياناً يواجه بعض المأمومين يقف أمام الإمام ويقابلوه في الصلاة. هذا فقط في المسجد الحرام، إن الإمام يقف والناس تقف حوله في دوائر، فالناس اللي في الدوائر المقابلة يقابلوه. So in the Masjid al-Haram, when people pray, some of the people, because they are standing in circles around the Kaaba, some of them would be facing the Imam face to face. And this is the only Masjid in the world where you have this. السؤال اليوم سريعاً، لو أنت بتصلي في رمضان صلاة الظهر ونسيت أن تقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، هل عليك سجود سهو أم لا؟ If you are praying ظهر, you forgot to recite a short surah or a few ayahs after فاتحة in the first or second rak'ah, do you have to make سجود سهو at the end or not?
If you know the answer, email me before tomorrow, us@cicimam@gmail.com. The winner for today is Brother Hadi Dahlas. MashaAllah. Sorry. Mabrook. $20. Jazakumullah khair.